اضطر هذا الجاموس لخوض معركة مع الأسود ده بعد أن أصبح وحيدا وسط قطيع الأسود ده، وتحاول الأسود التناوب على مهاجمته، إلا أنه صامت حتى الآن يحاول الهروب نحو الماء، إلا أن الأسود تستطيع السباحة. تخاف الأسود الجاموس نظرا لقرونها القوية مما تسبب جروح قاتلة للأسود ده. نجح البقر بالفعل في الهروب من قطيع الأسود. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يمكنك مشاركة هذا الفيديو مع من تحب.